بسبب مشهد درامي مضى عليه أكثر من 20 سنة، الزير سالم وصديقه المقرب همام تحولوا لأعداء. فشو القصة؟ قبل سنتين تقريباً كشف الفنان زهير عبد الكريم بأحد اللقاءات الإعلامية عن كواليس مسلسل الزير سالم، واتهم سلوم حداد بحذف مشهد بكاء فرس الجمير عليه بعد مقتله، وهالشي طبعاً من ضمن صلاحياته بصفته مدير لشركة الإنتاج، وإله الحق إنه يضيف ويحذف أي مشهد بده إياه. واعتبر عبد الكريم إنه حداد ما بده أي ممثل ينافسه على البطولة، خاصة إنه جميع القائمين على المسلسل أشادوا بهالمشهد يلي أدى زهير ووصفوا بالمشهد الهوليوودي. ليظهر سلوم حداد مؤخراً عبر لقاء لأحد برامج البودكاست نافي هي التهمة تماماً، وأوضح أنه كان باستطاعته ما يعطي هذا الدور من الأساس لزهير عبد الكريم، وقال باللقاء: على شو بدي غار منك؟ ما فهمت. إذا بدي غار منك ما بجيبك بالأصل، وبالعكس أنت كل ما كنت مبدع بتضيف لألي وبتضيف للمسلسل. متابعو السوشيال ميديا بدورهم تفاعلوا مع القصة، فمنهم ما انحاز لولا طرف من الأطراف وقال: من المعيب بعد 20 سنة يرجعوا يفتحوا موضوع جار عليه الزمان. وطرف تاني شاف إنه سلوم حداد كان هجومي كتير بجوابه وقلل من زهير وقيمته، وقالوا: سلوم كان جوابه هجومي وقلل من زهير وقيمته. بعكس زهير يلي قال عن سلوم: الأستاذ سلوم. وأكيد في فئة من الجمهور دافعت عن سلوم حداد وقالت: سلوم هو يلي جاب زهير على هذا الدور رغم رفض حاتم علي لإله، وزهير عبد الكريم كذب الكذبة وصدقها. وبعد لقاء سلوم حداد، زهير عبد الكريم بقي ملتزم الصمت وما رد على سلوم لا بلقاء صحفي ولا عبر حساباته على السوشيال ميديا. فأقولكن انطوت القصة؟